محاضرتنا السابقة تكلمنا على الـ DNA replication، على تضاعف الـ DNA، ووضحناه بالبروكاريوتيك واليوكاريوتيك، ووضحناه ببقية الكائنات الفيروسات وغيرها، وأخذنا على الميوتيشن، على الطفرات، وعرفنا أنواعها وأسبابها. اليوم راح نتكلم على مجموعة من الأحياء المجهرية اللي هي متعايشة داخل جسم الإنسان، واللي نسميها مايكرو فلورا. فإذا سمعون مصطلح مايكرو فلورا، قد يكون بعضكم مار عليه هذا المصطلح، لكن حتى نكون يعني نكون معرفتنا جيدة به، راح نشوف شنو هاي المايكرو فلورا. احنا أخذنا المايكرو أورغانزم، قلنا منتشر بالطبيعة في كل مكان، في أي مكان على الكرة الأرضية موجود أحياء مجهرية، موجود بالماء، موجود بالتربة، بالهواء، على السطوح الأشياء. ولكن بما أنه احنا دا ناخذ ميديكال مايكروبيولوجي، درسنا اللي هو يعني الأحياء المجهرية المرضية خصوصا للإنسان، فنحتاج نعرف شنو الأحياء المجهرية اللي لها علاقة بالإنسان. فراح نبدي مجموعة اللي هي متواجدة طبيعيا داخل الجسم، اللي هي أصلا يعني ممكن أن نشوفها بأي جسم كائن حي من مجاميع البشر، مو مرضية وإنما متعايشة بصورة طبيعية. فإذا نريد نعرف المايكروفلورا، هي our community of microorganism، مجموعة من الأحياء المجهرية اللي تكون that exist on or inside، يا إما موجودة على سطح جسم الإنسان من الخارج، وعندنا الجلد اللي هو الدرجة الأساس اللي يغطي الجسم، أو موجودة داخل جسم الإنسان، وراح نتعرف الأماكن اللي موجود بها داخل الجسم، وتكون process a unique ecological relationship with the host، علاقتها تكون علاقة خاصة مع الهوست. الهوست من هو؟ الإنسان. إذا هي مجموعة من الكائنات الحية اللي موجودة أما على سطح الجسم أو داخل جسم الإنسان، واللي تكون ترتبط بعلاقة خاصة مع الإنسان. مصطلح المايكروفلورا حاليا بدلوه بمصطلح آخر سموه مايكروبيوتا، هو نفس المعنى نفس المجموعة، لكن وجدوا بأن المايكروبيوتا مصطلح أعم وعلميته أكثر، لأنه يشمل الكائن والبيئة اللي موجود بها داخل الجسم أكثر من المايكروفلورا اللي يكون محدد فقط بينطي صفات الكائن اللي موجود وشوية من العوامل اللي تأثر عليه. So microbiota term is commonly used now instead of microflora. شنو مكونات هاي المايكروبيوتا اللي هي الأحياء داخل الجسم؟ عندنا ثلاث مكونات رئيسية من المايكروأورغانزم، هي تشمل بكتيريا، تشمل الفنجاي، تشمل الأركيا، تشمل جماعة البكتيريا والفطريات، مجموعة الأركيا اللي هي أيضا بروكاريوت، لكن ما تشمل، لا تشمل الفيروس ولا الباراسايت. ليش ما تشمل الفيروس والباراسايت؟ لأنه ذن اثنين نموذيات للجسم، ووجود يكون دائما وقتي، مو دائما، يعني مو دائما احنا كنا اذا نبحث عنهم جسم الانسان نلقيهم عند كل البشر، نلقيهم عند بعض الناس، واذا موجوده تسوي اذيه. فاذا فيروس اند باراسايت ار نوت كونسيدر ممبر اوف ذا نورمال مايكروبيال فلورا، ما تعتبر هي واحده من مجاميع المايكرو فلورا. واي؟ بيكوز ذي ار نوت كومن سيلز اند دونت ايد ذا هوست، هي ما متعايشه بصوره سلميه مع الكائن، وما لها أي فائدة للكائن، وإنما بالعكس لها مضرة. إذن بصورة عامة عرفنا المايكروفلورا هي مجموعة الكائنات اللي موجودة بعلاقة مع جسم الإنسان سواء على سطحه أو داخله، وتشمل البكتيريا والفنجي الفطريات والأركيا، وما تشمل الباراسايت والفيروس. إذا نجي نقسم المايكروفلورا أنواعها، أكو نوعين من المايكروفلورا. النوع الأول اللي هي موجودة بصورة مستمرة داخل جسم الإنسان، يعني في أي وقت نجي نبحث عنها نلقيها موجودة داخل جسم الإنسان. هاي شو يسموها المجموعة؟ أوتوكاثونيوس فلورا نمبر 1، أوتوكاثونيوس فلورا. فإذا هاي مجموعة تكون ثابتة، مثلا البكتيريا and microorganism native to the host environment، عايشة بصورة مستمرة أو مستوطنة داخل الجسم، and mostly in mutualism relationship، وعلاقتها تكون مو مؤذية وإنما قد تكون منفعة وقد تكون بدون أذية. النوع الثاني لا، مو دائما موجود، وإنما موجود لفترات ويختفي أو يظهر في فترات مختلفة، يعني قد يوجد أو لا يوجد.
هاي المجموعة شو نسميها؟ ألو كاثونيوس فلورا. وهذه عادة هذه المجموعة لأنه وقتية يكون temporary microorganism non-native to the host environment and mostly harmful to the human body. هذه لين وقتية فإنها أكثرية الأغلبية من عندها تسبب أذية للإنسان عكس المجموعة الأولى. فلذلك إنه إذا وجدناها في داخل الجسم نتوقع أنه ممكن أنه يسوي أمراض إلى داخل الجسم. إذن بصورة عامة هي مجموعتين، مجموعة دائمية التواجد داخل الجسم أوتوكاثونيوس أو مجموعة وقتية التواجد اللي هي ألو كاثونيوس فلور. الآن إحنا جسم الإنسان هو جسم معقد ويحوي على أماكن متعددة، فنريد نشوف مثلاً وين أكثر الأماكن اللي نقدر نشوف بها المايكرو فلورا. هل إنه أكو أماكن بها أكثر من غيرها لو هي موجودة في كل أجزاء الجسم؟ هنا إذا بصورة عامة إذا تقدير بسيط، إذا كبكتيريا تقريباً أكو 10 أس 14 بكتيريا لكل جسم الإنسان بشكل نورمال فلورا. يعني إذا نقدر كل البكتيريا اللي موجودة طبيعياً داخل الجسم تقريباً كتقريبي 10 up to 14 10 أس 14 بكتيريا موجودة داخل الجسم. خلنا نرجع وين موجودة بيا جزء من الجسم. موجودة على السكين، على الجلد سكين فلورا، موجودة بالفم أورال فلورا، موجودة بالقناة التنفسية العليا upper respiratory tract، موجودة بالجهاز الهضمي gastrointestinal urogenital الجهاز البولي والتناسلي والconjunctiva flora اللي هي بالعين. إذن هذه أكثر المواقع اللي نقدر نشوف بها المايكروفلورا. وهسه راح نجي واحد واحد ناخذ فكرة بسيطة عليه حتى نطلع على الصفات اللي موجود بها. لكن في بداية هنشوف شنو هاي. احنا قلنا بداية المحاضرة انه هاي المايكروفلورا علاقتها تكون خاصة مع الانسان. شنو هاي العلاقة؟ شنو طبيعتها؟ مايكروفلورا هاف ريليشن شيب، شنو طبيعتها؟ عندنا ثلاث انواع من الريليشن شيب من العلاقات. يا اما النوع الاول يكون يفيد جسم الانسان، يعني هاي المايكروفلورا وجودها داخل الجسم هي فائدة للانسان. أو النوع الثاني يكون مؤذي لجسم الإنسان، تأذيه، وهذا عادة تحت ظروف خاصة، يعني هي موجودة طبيعياً لكن تحت ظروف خاصة تتحول من غير مرضية نون باثوجين إلى باثوجين. والنوع الثالث اللي هو لا يؤذي ولا ينفع، موجودة إنه مجرد حتى يعني سلمي ما بأي أذية أو نفع للإنسان. فإذا نجي النوع الأول اللي هو aid the host by competing for microenvironment، شلون يفيد جسم الإنسان؟ ينفع إنه هذه الأحياء تكون منافسة لوجود أحياء أخرى وخصوصاً المرضية، وبالتالي راح تمنع وجود الأحياء المرضية داخل الجسم. هي تكون يعني هي السائدة، أي كائن مرضي يجي ما تخليه ينمو، تحدد نموه، وبالتالي يكون منفعة لجسم الإنسان. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية producing nutrient، ممكن هذه الكائنات اللي موجودة داخل الجسم تنتج مواد غذائية، وهذه المواد الغذائية نافعة للإنسان وما ممكن يحصل عليها من مصادر أخرى. لذلك إنه الآن فإذا الفائدة مالتها بشكلين، الشكل الأول تخلص الجسم من الأحياء المرضية عن طريق الكومبيتيشن المنافسة، الشكل الثاني إنه تنتج مواد غذائية حتى تنفع الجسم. المجموعة الثانية اللي يكون لا harmful، مؤذية للجسم وتسبب له أمراض. مثل إيش أمراض؟ مثلاً إذا بالأورال بالفم تسوي dental caries اللي هي تلوث الأسنان، تسوي abscess تقرح وجراحة داخل الجسم، وأعداء وأنواع أخرى من الأمراض. النوع الثالث اللي يقول لا يؤذي ولا ينفع واللي نسميه commensalism، commensal. هذا موجود، الكائنات موجودة بس ما لها أي دور سواء بالأذية أو النفع لجسم الإنسان. إذن ثلاث أنواع من علاقة الكائن المايكروفلورا ويا الجسم. الآن هل هذه المايكروفلورا تتأثر بعوامل داخل الجسم؟ أكيد، لأنه لازم أكو أي كائن حي أكو عوامل خارجية تأثر عليه. فإذا أريد نلخص العوامل اللي تأثر على المايكروفلورا نلخصها بنقطتين. أول عامل اللي هو nature of the local environment، طبيعة المكان اللي موجود به.
شنو طبيعة المكان؟ يعني طبيعته يقصد بها العوامل اللي موجودة بهذا المكان. إذا موجود على الجلد، شنو العوامل اللي تأثر بها؟ إذا موجود بالجاسترونتستاينال، بالقناة الهضمية. فأكثر العوامل اللي تأثر هي مثل البي اتش، التمبريتشر، درجة الحرارة، ريدوكس بوتنشال، عوامل مؤكسدة ومختزلة، أوكسجين، الووتر، نيوترنت ليفل، والمواد الغذائية. إذا هاي كلها عوامل تأثر على وجود المايكروفلورا. الشيء الثاني انه شيء متعلق بجسم الانسان نفسه اللي هو طبيعيا مثل ايش؟ other factor. Peristalsis اللي هي حركه الامعاء، الامعاء داخل الجسم تتحرك بحركات لا اراديه. هاي الحركه ممكن تقلل وجود المايكروفلورا او تزيدها استقرارها. Saliva اللي هو اللعاب داخل الفم. Lysozyme secretion، هذا اللايسوزايم اكثر شيء بتفرز العيون حتى تقضي على احياء المجهريه. سكريشن اوف ميونوجلوبولين، المواد المناعيه اللي هي المضاد الاضداد الانتي بودي. فاذا هذه هي عوامل يفرزها الجسم ايضا تاثر على وجود المايكروفلورا. فاذا هذني اهم العوامل اللي تاثر على وجود المايكروفلورا داخل جسم الانسان. نرجع الآن إلى الأماكن اللي موجودة بها المايكروفلورا. احنا قلنا عدة أماكن، نبدي من الخارج، نبدي بالسكن، والسكن هو أكبر عضو تقريبا يغطي جسم الإنسان، وبما أنه معرض إلى عوامل خارجية فإذا الأحياء المجهرية ممكن تكون متغيرة داخل على الجلد، ولكن بصورة عامة كملاحظة أنه الأحياء تقريبا تكون ثابتة التواجد على الجلد. Also number of bacterial individuals can remain relatively constant. تكون رغم انه هذه الاحياء المجهرية رغم من التغيرات لكن تكون عاداتها تقريبا ثابتة. ولكن يصير تغيير، ليش يصير تغيير؟ لانه تتعرض لعوامل اللي هو اصلا الجلد يتعرض لها. مثل ايش العوامل؟ زيادة increase amount of moisture، زيادة الرطوبة مثلا. هاي بودي تمبرتشر، درجة الحرارة، والليبت اللي يفرز الجلد، الدهون اللي تفرز الجلد. إذا هاي العوامل تأثر على الأحياء المجهرية اللي موجودة على الجلد. لكن تقريبا نرجع نقول إنه أعدادها تقريبا تكون ثابتة أو مستقرة على سطح الجلد. وهذا يقصد بها الأحياء اللي دائمة التواجد، اللي هو ريزيدنت يسموها ثابتة، بيرمننت. اكو احياء لا، ممكن انه تجي وتختفي من الجلد حسب الظروف الخارجيه. اكثر الطبقات اللي بيها من الجلد اللي بيها مايكروفلورا living in the superficial layer، والطبقات العليا يعني الطبقه الاولى من الخارج من الجلد اللي موجوده عليها الاحياء المجهريه واللي هي يسموها stratum corneum. وممكن انه يدخل بالupper part of the hair follicle، بالجزء العلوي من الحويصلات مال الشعره. احنا هذه الشعره اللي تظهر على الجلد هي اصلها وين؟ لداخل الجلد بشكل حوصله اللي هي حوصله الشعره يسموها هير فوليكل. فاذا اكثر الاحياء بالنسبه للجلد هي على سطحها الخارجي. وبعض الاحياء ممكن تدخل الى داخل حوصله الشعره، some bacteria، بعض البكتيريا تدخل عميقا resident in the deeper area of the hair follicle، تدخل عميقا داخل حوصله الشعره وتستقر بها وتبقى لفترات طويله. إذا بالنسبة للسكين هو يكون أكثر الأعضاء اللي يحاوي على الأحياء المجهرية وخصوصا على سطحها الخارج. نجي الآن جسم الإنسان، شنو أكثر الأماكن اللي يكون أعداد الأحياء بها كثير وشنو اللي قليل؟ يعني لازم أكو تباين بأعداد الأحياء المجهرية. إحنا هنا ثلاث أماكن أو ثلاث مواقع، area of region or regions، ثلاث مناطق من الجلد اللي تكثر بها السكين مايكروفلورا. اول منطقه واللي هي اكثر المايكروفلورا موجوده عليها هي منطقه الاكزيلا اللي هي منطقه الاباط بين الدين والرجلين، بيرينيوم اللي هي منطقه بين الافخاذ، والتاو ويبس اللي هي بين اصابع القدم. هذه تكثر بها الاحياء المجهريه باعداد كبيره. ليش تكثر بها؟ لانه بها عوامل بيئيه تشجع نمو الاحياء، بها رطوبة مويستشر، بها حرارة مناسبة، بها مواد غذائية جلد اللي هو المتسلخ. فإذا هذه تكون mostly abundant with the microorganisms.
أكثر الأحياء اللي موجودة بهذه المنطقة هي الجرام نيجاتيف بكتيريا، مجموعة الجرام نيجاتيف تكثر في هذه المناطق. الجزء الثاني من الجسم واللي تكثر عليه المايكرو فلورا كجلد هو الهاند، الأيدي، الفيس والترانك، الوجه والظهر. هذه موجودة عليه أحياء ولكن أعدادها تكون متوسطة، لا هي عالية ولا هي قليلة. أما أقل أعداد موجودة من المايكرو فلورا بالسكين هي موجودة وين؟ بالأبر أرمز، بالأيادي العليا والليكس بالأقدام، واللي تكون أقل أعداد من الكائنات الحية. ليش هذه أقل أعداد؟ لأنها تكون منطقة مكشوفة من الجلد ومتغير، دائما تتعرض لعوامل ما بها طيات، فلذلك إنه الأحياء تتغير ويا الظروف البيئية اللي تتعرض. إذا ذني أهم المناطق بالجلد اللي موجودة بيها السكين مايكروفلورا. نشوف المجموعة الثانية من المايكروفلورا اللي هي بالأورال بالفم. احنا شنو الموجود بالاورال او يسميه بالفم؟ شنو الاجزاء اللي موجود؟ موجود بالاورال عندنا التيث، عندنا الاسنان، عندنا الجنجيفيا اللي هي اللثه، عندنا التونك اللسان، عندنا الشيك، الخد، اللب، الشفات، والهارد بليت، والثوت بليت اللي هي سقف الحلق، الصلب والرخو. اذا هذه كلها مكونات الماوس، وكل جزء بها يحوي على مايكروفلورا موجود مع اختلاف بعددها من موقع إلى آخر. إذا قدروا تقريباً جد أعداد الفلورا اللي موجودة بالفم، تقريباً comprise over 600 600 تكسة أو 600 صنف موجود داخل فم الإنسان. وبالمناسبة هذه الأصناف بعضها تكون غير مشخصة لحد الآن، ما نعرف أنواعها، بس موجودة. ليش؟ لأنه لا نقدر نزرعها ولا نقدر نكثرها، فبالتالي ما نقدر نشخصها. بس عموما تقريبا هو 600 صنف موجود، واغلبيتها تكون predominant at different habitats، تكون ثابته او متواجده بصوره دائميه ضمن مواقع الفم. البكتيريا تقريبا شخصوا 280 species من انواع البكتيريا، وهذه فقط شخصوها اعتمادا from the cavity، اعتمادا على الكلتشر فقط على الزرع، يعني هاي اللي قدرنا نزرعها قدرنا نشخصها 280، في حين قد يكون اكثر من 400 نوع ما زالت غير مشخصه، لانه بسبب عدم صعوبه انه نزرعها ونشوف خصائصها. فاذا تشوفون الفم هو بيئه غنيه جدا بالاحياء المجهريه. واذا نشوف شنو دور هذه المايكروفلورا بالاورال، دورها احنا سابقا وضحنا قلنا بصوره عامه ثلاث علاقات موجوده ويا الانسان، لو مفيده لو ضاره لو لا تفيد ولا تضر. اذا نحكي على الاورال بعضها تكون يوزفل مفيده. شلون تفيد الاورال؟ اول نقطه انه تسوي كومبتيشن، تقضي على الباثوجين، لانه هي السود هي اللي تبقى سائده، وشكو احياء مجهريه مرضيه تكون غير سائده، يعني قليله النمو بسبب الاولى، فلذلك انه تكون تحافظ على صحه الفم. So resident microflora play a active role in the maintenance of the health state of the contributor. اذا هي تساعد على حفاظ على صحه الفم وتعمل كانه host defense، كانه خط دفاعي ضد الاحياء المجهريه. ومن خلال شنو؟ prevent colonization by exogenous microbes، حتى من خلال تمنع نمو او تكاثر الاحياء المجهريه اللي هي جايه من خارج الفم. اذا هذا دور مفيد لاحياء الفم. الدور الثاني لا، بعضها نفس هذه الاحياء اللي هي مفيده قد تحت ظروف معينه تتحول من نون باثوجين الى باثوجين، تتحول الى مرضيه. او بعض الاحياء هي مرضيه لكن محدوده النمو، كانت تحت ظروف معينه تنشط وتكثر وتسوي امراض. فش راح تكون harmful role، راح تسوي دور ضار داخل الفم. شنو الاضرار اللي يسبب داخل الفم؟ تسوي ديزيز، مجموعه من الديزيز انفكشن، امراض مثل ايش؟ الكاريز اللي هو التسوس، tooth decay تحطم السن، وسبب اللثه تسوي لها امراض نسميها بيرودونتس، وممكن جذر السن يسبب امراض نسميها اندودونتيك، وايضا امراض اخرى الالفيول اوستيايتس اللي هو دراي سوكيت اللي هو تكون التهابات داخل جذر الاسنان، وممكن تونسيلايتس اللي هي التهاب البلاعين.
إذن هذه النورمال فلورا داخل الأورال ممكن أنه تتحول إلى أحياء مرضية تؤذي الجسم. الآن ننزل بعد الأورال نجي على الأبر ريسبيراتوري تراكت اللي هو الجزء الثاني بعد الأورال. هم بي مايكروفلورا؟ نعم بي مايكروفلورا. وعادة الأبر ريسبيراتوري يشمل جزئين الفارنكس والتراكيا، يشمل البلعوم ويشمل القصب الهوائي. وهذه تكون بها أنواع مختلفة من المايكرو أورجانيزم، وتقريبا هي مشابهة للأحياء اللي موجودة بالأورال. ليش؟ لأنه اتصالها مباشر مع الأورال، فالأحياء اللي موجودة بالأورال تقريبا نفسها. So it contains primarily those bacterial genera found in the normal oral cavity. تقريبا نفس الأحياء اللي موجودة بالأورال كافيتي. بعض هذه الكائنات تكون مرضية لكن خاملة، يعني ما عندها فرصة تسوي أمراض. potential pathogen مثل إيش؟ عندنا بكتيريا الهيموفيلس، عندنا المايكوبلازما، هاي مجموعة خاصة من البكتيريا، عندنا النيموكوكاي اللي هي مجموعة التريبتوكوكاس اللي يسبب أمراض نيموني، وهاي موجودة بالفارنكس. إضافة إلى مجموعة من الكائنات أنيروبيك غير هوائية، وهذه بكثرة موجودة بمنطقة الفارنكس في منطقة البلعوم. وبعض الأحيان موجودة كائنات هي طبيعتها مرضية خطرة ولكن أيضا تبقى خاملة، مثل إيش؟ عندنا تكون خطرة colonized by pathogen، عندنا نايسيريا بكتيريا نايسيريا meningitis، بكتيريا كورينا بكتيريوم دايفثيريا، البورديتيلا بيرتيوسيس، وأنواع أخرى من الكائنات المرضية. إذن عندنا هذه الأبر ريسبيراتوري هي خليط من الكائنات اللي هي نافعة ولكن بها كائنات ممكن تتحول إلى باثوجين وتسبب إصابات. الآن نستمر نجي للجاسترونتستينال اللي هي القناة الهضمية. القناة الهضمية أجزاء حسب ما تعرفون، تبدي بالستومك بالمعدة الإيزوفاجوس والستومك وينتهي آخر شيء بالريكتم. فإذا نتابع هذه الأجزاء نشوف أنه أعداد المايكروفلورا تبدي قليلة، دور تبدي تزداد إلى أن توصل إلى أعداد كبيرة. فإذا لاحظنا الستومكس اللي هي تقريبا جزء رئيسي من الجاسترونتستاينال، الستومكس المعدة هي عبارة عن خليط من الحوامض، فإذا هي بيئة غير مناسبة للأحياء المجهرية، فلذلك أعداد الأحياء المجهرية بهذه المنطقة تكون قليلة جدا، ونقدر نشوف واحد أو اثنين من البكتيريا. أكثر البكتيريا اللي بيها هي هيليكوبكتر بايلوري أو هيليكوبكتر سبيشيز، هذه تتحمل الحموضة تحت ظروف معينة وموجودة بالستومك. إذا المعدة هي أقل جزء من الجاسترونتستاين يحوي على الأحياء المجهرية المايكروفلورا. نستمر بعد الستومك نجي دودينال والجيجينال اللي هي أجزاء السمول انتستين اللي هي الأمعاء الصغيرة، دودينال 12 والجيجينال. هنا راح تبدأ الأعداد تزداد، توصل إلى 10^3 أورجانزم لكل مل. ليش؟ لأن صارت الظروف هناك أقل حموضة والبي اتش ملائم تقريبا، فزاد العدد من الأحياء المجهرية. نستمر بعد لقدام للجوجينوم والإليوم راح يزداد العدد، يصير بكتيريال بوبوليشن انكريز، يوصل إلى 10^6 إلى 10^8، يعني بدل ما كان 10^3 بالدودينوم صعد هنا صار 10^6 أو 10^8 أورجانزم بالمض. وإذا استمرينا للكولون اللي هو الجزء الأخير من اللارج انتستين أو الجزء اللارج انتستين قبل الأخير، راح الأعداد راح تزداد أكثر، توصل إلى 10^9 و 10^11 بكتيريا بالجرام. هنا تكون هو أكثر منطقة غنية بالمايكروفلورا، وتقريبا 95 إلى 99% من هذه ال 10^9 و 10^11 95% to 99% بتعود إلمن هي أنيروبيك جنرا، إنه الكائنات غير هوائية. إذا الأكثر الكائنات أو البكتيريا أو الكائنات اللي موجودة بمنطقة الكولون هي أنيروبيك ونسبتها جدا عالية، وهذه مهمة جدا في هذا الموقع. ليش؟ لأنه تقضي على الكائنات الأخرى المنافسة من خلال شنو؟ إنه تنتج produce different metabolic waste، فضلات أيضية. هذه بالنسبة للبكتيريا هي فضلات بس هي تفيد لقتل بقية الأحياء. مثل إيش هاي الفضلات؟
اللي هي مجموعه من الحوامض اسيتيك اسيد بيتيوريك اسيد لاكتيك اسيد. اذا هذه فائدتها انه راح تقضي على الكائنات المرضيه المنافسه، وبنفس الوقت بعض الانواع البكتيريا تنتج مواد تفيد الجسم مثل الفيتامينات وغيرها من المواد اللي تنفع الجسم. اذا الان عرفنا الجاستروانتستاينال القناه الهضميه، وقلنا شفتوا التدرج بالاعداد، يبدي اقل شيء بالاستومك ويوصل الى 10-11 بالكولون. الان ننتقل لليوروجينيتال، المنطقه التناسليه والبوليه، هل بها مايكروفلورا؟ نعم موجوده. اذا ناخذ الفاجينا فور ذا وومن، منطقه الفاجينا بالنساء تكون بها مايكروفلورا كثيره، ولكن تتاثر بعوامل. شنو العوامل تأثر بها؟ تأثر بالإيج، بالعمر، بالبي إتش، بالهرمون، الهرمونات اللي موجودة بالجسم. مثلاً كمثال إضافة للبكتيريا، هسه راح نشوف أنواع البكتيريا. عندنا الفطريات اللي هي الخمار، عندنا التوريلوبسيس، وعندنا الكانديدا. هاي نوع من الفطريات أو الخميرة، وهذه نسبتها تقريباً موجودة في 10-30% من النساء، يعني 10-30% من النساء موجودة هاي طبيعية عندهم، أما البقية قد يكون ما موجودة أو تتباين بالظهور، مرة تظهر مرة ما تظهر. إذا نشوف البكتيريا باليوريثرا منطقة الأحليل، راح نشوف أكو مجموعة كبيرة من الأحياء المجهرية اللي موجودة، وهي تعتبر نورمال، مثل ستافيلوكوكس إبيديرمتس، إنتيروكوكاي، دايفثرويد، وإيكولاي، والبروتيوس نايسيريا. إذا هاي مجموعة أيضا من البكتيريا موجودة في اليوريثرا، وأيضا هي تعتبر مايكروفلورا، وممكن نسبتها أيضا نشوفها من 10-30% من البشر يحوي عليه هذه البكتيريا بصورة طبيعية. الآن إذا نأخذ الفيميل اللي هي الومن كالنساء، نشوف تتابع الأحياء المجهرية شلون يبدي وشلون يتغير مرور الوقت. فإذا أخذنا مثلا منطقة الفاجينا بالوومن، خلال الأشهر الأولى من حياة المرأة اللي هي بعد يعني طفل رضيع، during the first month of life، هنا الفاجينا البي اتش مالت تجيت 5، والخمسة هو يعتبر حامضي. ليش؟ لأنه قليل. فإذا هنا مو كل الأحياء إنه تنمو به، فقط اللي يقاوم الحموضة. عندنا بكتيريا تقاوم الحموضة اللي هي لاكتوباسيلس، وهذه إذا تكون بري دومينانت يعني سائدة داخل الإناث في هذه المرحلة. عندما تكبر الأنثى بدل الأشهر الأولى، أصبحت مثلا بين الشهر الأول وبين البيوبرتي، بين البلوغ، سن البلوغ، هنا تغيرت الظروف داخل الفجائن. هنا الكلايكوجين ديكريس، والكلايكوجين كل ما موجود، خلوها ببالكم قاعدة، كل ما زاد الكلايكوجين قل البيئة، يعني علاقة عكسية، كل ما قل الكلايكوجين زاد البي اتش. ليش؟ لأن الكلايكوجين يعطي حموضة، والحموضة هي تقلل البي اتش، بينما إذا ماكو كلايكوجين أو قليل يصعد البي اتش لأن ماكو حموضة. فإذا بهذا العمر شو راح يصير؟ الكلايكوجين يقل، سكريشن ديكريس يقل، فإذا قل صعد البي اتش من 5 كان بالعمر القبله صار هنا 7، يعني تقريبا متعادل. إذا صعد البي اتش صار ملائم، كثرة الأعداد اللي موجودة، راح نشوف فاون دايفثرويد، بكتيريا دايفثرويد موجوده اللي هي الانيروبيك، ستافيلوكوكس ابيديرمتس، ستريبتوكوكاي، ايكولاي. اذا زادت هنا الاعداد في هذا العمر. الان بالبيوبرتي خلال فتره البلوغ، هنا الكلايكوجين راح يرجع يرتفع، كان منخفض، وقلنا اذا ارتفع الكلايكوجين البي اتش راح يصير ينخفض، علاقه عكسيه، يعني رجع حامض. وبالتالي اذا رجع حامضي ومن اكوارد ادلفلورا، راح ترجع اللاكتوباسيلس اللي هي تقاوم الحموضه، لاكتوباسيلس اسيدوفيلس، كوريني بكتيريا، بيبتو، ستريبتوكوكس، ستابيلوكوكس، ستريبتو بكتيرويد. رجعت بكتيريا اخرى تنمو ضمن هذه الظروف اللي هي الحامضيه تقريبا. نجي الان بالعمر الاكثر تقدمت بالعمر، مينوبوز اللي هي عمر ما بعد الدوره. هنا البي اتش راح يصعد، يعني اذا صعد البي اتش معناه الكلايكوجين قليل، رجع اقل من جديد. واذا صعد البي اتش راح يكون احياء اكثر تزداد، ليس الكلايكوجين سكريتد، فلورا ريتيرن، تصعد اعداد الفلورا اللي موجوده داخل الجسم.
إذن تشوفون التذبذب خلال مراحل العمر بالنسبة للأناث، اللي هي تكون الفلورا تكون يوروجينيتال فلورا، تبدي قليلة عندما حموضة عالية، وكل ما تتعدى الحموضة تزداد حسب اعتمادا على العوامل اللي قلناها سابقا، اللي هي العمر والهرمونات والـ pH. زين، نجي إلى موقع الآخر من الجسم اللي موجود الميكروفلورا، اللي هي الكونجنكتيفا. الكونجنكتيفا اللي هي العين، قزحية العين. فإذا العين مثل أي، باعتبارها معرضة للجو الخارجي، فإذا أقوى أحياء تدخلها، ولكن أعدادها تكون قليلة جدا، disperse، تكون أعداد جدا قليلة. شنو سبب أعداد قليلة؟ لأنه عندها التير، الدموع تفرز اللايسوزايم. عندما يدمع العين، هذا الدم يحوي على انزيمات اللايسوزايم تحطم الاحياء المجهريه وبالتالي تنظفها وتقلل اعدادها. فاذا اللايسوزايم سكريتد باي تير بشكل دموع بلاي ا رول كنترولينج ذا بكتيريا، تسيطر على اعداد البكتيريا من خلال شنو؟ انه تدخل تحطم السيل وول فورميشن، تحطم تكوين الجدار الخلوي للبكتيريا وبالتالي تقتلها. ولكن بصورة عامة، إذا نأخذ عينة من الكونجنكتيفا أو من الآيز، من العيون، راح نشوف إنه 17 إلى 49% من هاي العينات تعطي نيجاتيف، كالتشر سامبل أو نيجاتيف، يعني ما تعطي زرع للبكتيريا. بس هاي مو معناها ما موجودة، هي موجودة ولكن زراعتها تكون صعبة. وإذا طلعت بوزيتيف، شنو الأنواع اللي شفناها بالكونجنكتيفا؟ نقدر نشوف كورين بكتيريا، نايسيريا، مورغزيلا، وستافيلوكوكس، تريبتوكوكس. إذن ذن البكتيريات ممكن موجودة كنورمال فلورا داخل العين وتبقى كامنة، صح بعضها تكون ممرض ولكن مسيطر عليها من خلال سيطرة اللايسوزايم اللي يفرز العيون. وحاليا لقوا بأنه الهيموفيلس برا انفلونزي موجودة ب 25% من عينات الكونجنكتيفا. إذن هذه البكتيريا أيضا موجودة مثل الأنواع البقية من البكتيريا. فإذا هذه الأماكن المهمة بجسم الإنسان واللي تحوي على الميكروفلورا بأنواعها الثلاثة، اللي قلنا البكتيريا والفطريات والأركيا. أما الباراسايت والفيروس تكون قلنا هي قليلة لأنه وجودها يكون وقتي. هذا بالنسبة